النظر ديالي هذا الشيء ماشي مزيان من حق الاساتذه، ماشي مزيان من حق الاساتذه. حنا ضايعين وهما ضايعين، ما كيخليوناش نوصلوا لداك الشيء اللي باغيين. مثلا انا نكون باغيه استاذه في المستقبل، كنشوف هذا الشيء هذا كيتكره لي مره. ما بغيت هذاك العنف اللي تعرضوا له الاساتذه ديالنا، ما نبغيوهش. فيه خوتنا، فيه الامهات ديالنا، فيه بزاف ديال العائله ديالنا، ما بغيناش هذا الشيء. وجاتنا الحقره في بلاصتهم، كنتمنى يوصلوا شي حل اللي يقبل الاساتذه ديالنا. هما ضايعين وحتى حنايا ضايعين في القرايه ديالنا ملي كيغيبوا هما. جينا نحتاجوا على الاساتذه اللي متعاقدين، خصنا حتى هما يدخلوا، يعني ما يبقاوش متعاقدين باش يبقاو يقريونا بالراحه ديالهم، ما يبقاوش يجلسوا. اللي كنلاحظ هنايا كيشجعوا التفاهات في هذا المغرب، خصنا الاساتذه ديالنا يتبسموا باش يبقاو يقريونا ومهانيين، ماشي هما بشحال هما كيقراو باش يرجعوا اساتذه في الاخر كيعطيهم التعاقد غدا ولا بعدو يجلسوهم. خصنا كاملين يترسموا، يا يترسموا كاملين يا ما يترسموا شي مره. خصنا نشجعوا التعليم ماشي هذا التفاهات. خلينا من وزير التعليم سعيد امزازي ان يعيد النظر في عده امور، وكنتمنى بانه يزيد يعني قدر الاساتذه ويعطيهم واحد القيمه لحقاش الاساتذه هما اللي كيربيو اجيال. يعني ربونا حنا باش وصلنا لهنايا، ورباو حتى هو باش وصل رجع عندك المنصب اللي هو فيه. يعني خصو يقدر هذا الشيء ويحترمو، وحتى هذاك البوليس اللي قاسي كيادي الاساتذه كيتحرشوا بهم، وعده اشياء شفناها في السوشيال ميديا. اليوم جينا نطمنهم على الاساتذه اللي فرضوا عليهم التعاقد. هادشي ماشي معقول، بنادم يقرا 12 عام زائد 3 سنين ديال الجامعه في الاخر تفرض عليه التعاقد. وكاد المعلم ان يكون رسولا وليس قتيلا. جيت نوضح واحد الحاجه بالنسبه لديك الناس اللي كيقولوا علاش كيسنيو على الورقه. ما يمكنش تقرا حياتك كامله 12 عام زائد 3 سنين هي 15 عام، في الاخر يعطيك الورقه تسني على التعاقد تقول لهم لا تجلس عامين بيطالي في الدار. ما يمكنش. انا بيدي كنشوف راسي 3 سنين 4 سنين انا تما كنتعنف من طرف السلطات، علاش؟ حيت كنهضر على حقي. يعني هادشي هذا ماشي معقول، هادشي هذا ماشي معقول. ماشي بهيدا، ماشي بالعنف كنحلوا المشاكل ديالنا. الاساس كيطلبوا بحقهم صافي. كنطالبوا ما يبقاش داك العنف ضد الاستاذ اللي حنايا كنشاهدوه دابا في الشوارع. يعني شاهدنا واحد التصرفات خاطئه من السلطات ضد الاساتذه، وما خصناش يبقى داك التصرف هذاك.